اهلا بيكم يا شباب في لكتشر نمبر 3 ماثيماتكس 013 ماثيماتكس 2. تعالوا نشوف مع بعض الاجنده بتاعتنا. احنا ابتدينا في اول موضوع بالكوادراتيك سيرفيسز او السطوح اللي موجوده في 3 دي الموجوده في الفراغ، وتعرفنا على اشكالها المختلفه. بعدين دخلنا في الموضوع الثاني في لكتشر 2 واللي هو فانكشنز اوف سيفرال فاريبلز، الدوائر اللي بيبقى فيها متغيرين يعني زاد از فانكشن اوف اكس وواي. واخدنا اول حاجه المره اللي فاتت اللي هي الدومين والرينج. تعال نبتدي في تاني حاجه اللي هي الديريفيتيفز بتاعتها. يبقى انا دلوقتي النهارده هتعلم ازاي افاضل فانكشنز اوف تو فاريبلز. طبعا الاسم بتاعه بارشال ديريفيتيفز او التفاضل الجزئي. تعالى نفتكر مع بعض ايه هو التفاضل. ان شاء الله هنشتغل المحاضره على كذا جزء، والجزء الاولاني الاجنده بتاعته ان انا هبتدي بالبارشال ديريفيتيفز، هنفتكر مع بعض هي ايه وتعريفها، وهنحل شويه اكزامبلز، وهنتعرف بعد كده على حاجه اسمها هاير ديريفيتيف. تعالى نفتكر مع بعض اللي احنا عارفينه عن كلمه ديريفيتيف. ديريفيتيف هي المقصود بيها التفاضل، هي اللي هو الديفرنشيشن اللي انت كنت اخدته الترم الاولاني في السنجل فاريبل. كان عندك فانكشن كداله في اكس، وطبعا كنا بنقول على الاكس ده هو المتغير المستقل والواي هو المتغير التابع ليه. كنت بتجيب حاجه اسمها الاف داش او f داش اوف اكس، او اللي هي برضو الواي داش، او اللي هي دي واي باي دي اكس. وكل ده كنا بنقول ان هو ليه قانون معروف ان انا باخد الليمت للفانكشن بتاعتي لما بيحصل فيها تغير صغير قوي من f اوف اكس بلس اتش ل f اوف اكس، من f اوف اكس ل f اوف اكس بلس اتش، على التغير اللي حصل في الاكس اللي هو الاتش الصغيره دي، والاتش دي عماله تصغر جدا. وسميناه برضو الديريفيتيف، وسميناه كمان الـ rate of change أو مقدار التغير أو معدل التغير of y with respect to x. كل ده انت أخدته الترم اللي فات، وكان في حاجة اسمها geometrical meaning اللي هو الـ slope of tangent أو ميل المماس. لو تفتكر ميل المماس للمنحنى اللي متعرف بالـ y دي اللي هي y بيساوي f of x. طيب كنا عرفنا قوانين كتير بنفاضل بيها، هو ان انا لو عندي x to the power constant كنت بنزل الباور وبنقص الباور واحد. لو عندي مثلا trigonometric function زي sin x كنت بفاضلها بكوزين. لو عندي inverse function تعلمنا inverse functions كنت بفاضلها بكل دول كانوا ليهم صور معينة للتفاضل، يعني دي كانت بتبقى الواي وده كان بيبقى الواي داش، وكل دول كنت بجيبهم بيطلعوا القوانين بتاعتهم من القانون الأساسي بتاع الليمت. يبقى القانون الأساسي بتاع الليمت ده هو اللي أنا كنت بجيب منه أي ديريفيتيف بتاع أي فانكشن، أوكي؟ وبدل ما كنت بعوض في قانون الليمت كل مرة، عرفت بقى القوانين دي وبقيت أثبتها على طول، يعني من حقي على طول إن أنا أقول الديريفيتيف بتاع أي فانكشن بالمنظر اللي قدامي ده، مش محتاج كل مرة أعوض في قانون الليمت. طيب ده كان الديريفيتيف اللي انت عارفه. المره دي احنا بنتعلم حاجه اسمها بارشال ديريفيتيف او تفاضل جزئي. ليه؟ لان انت المره دي بتتعامل مع داله في متغيرين، فما بقاش اسمها بقى واي كداله في اكس، بقى اسمها اف اوف اكس وواي، ودي ممكن نسميها زد. فما بقاش اسمه ديريفيتيف، يعني ما اقدرش اسميه دي زد باي دي اكس بس. ليه؟ لان انا طب هيبقى بالنسبه للاكس ولا الواي؟ فبقى عندي اقدر افاضل بالنسبه للتو فاريبلز الاندبندنت اللي عندي. يبقى انا اقدر ادرس التغير بتاع الاف بتاعتي دي بالنسبه للاكس وبالنسبه للواي. طيب عشان ادرس التغير بالنسبه للاكس ما بنسميهاش بقى دي باي دي اكس، لا بنسميها بارشل عشان نوضح ان دي داله في متغيرين، بارشل اف بارشل اكس. يبقى الكلام ده معناه ايه؟ انا بدرس التغير of f with respect to x. طيب الكلام ده هو نفس الفكره بتاع الديريفيتيف العادي، باخد ليميت للفانكشن بتاعتي، الفانكشن بتاعتي فيها 2 بس الحقيقه الواي زي ما انت شايف هتفضل ثابته. ليه؟ لان انا هنا انت لما تبقى عايز تدرس التغير بالنسبه لمتغير واحد بالنسبه للاكس بتثبت التاني، يعني مش بتغيره، بتخليه كونستنت كانه مش بيتغير معايا. ليه؟ علشان تشوف التاثير بتاع الاكس لوحدها. فانا غيرت الاكس من اكس بلس اتش لاكس، و
فبقى التغيير بتاع الاكس اسمه اتش عمال يصغر قوي، والفانكشن بتاعتي لما غيرت فيها الاكس بس اتغيرت من اف اوف اكس وواي لاف اوف اكس بلس اتش واي، والواي فضلت ثابته. طيب عايز اجيب التغير بتاع الداله بتاعتي بالنسبه للواي، هنسميه برضو بارشل اف بارشل واي، بارشل يعني جزئي، يعني التفاضل الجزئي بتاع الاف بتاعتي بالنسبه of f with respect to y. برضو الليمت، بس المرة دي الاكس هي اللي هتبقى constant. ممكن لو جينا بصينا كده الاكس من هنا لهنا ما اتغيرتش، constant. امال مين اللي اتغير معايا؟ الواي اتغيرت بمقدار اسمه اتش، والاتش دي عمالة تصغر قوي بتنس تو زيرو، وانا بشوف التغيير بتاع الاف بتاعتي لما حطيت فيها واي بقيم مختلفة، مرة واي بلس اتش ناقص واي، وعلى التغيير بتاع الواي. يبقى خلي بالك الفكره واحده، بس المره دي بدل ما بتعامل مع اندبندنت فاريبل واحد بتعامل مع اتنين، مره في الاكس ومره في الواي. طب بالنسبه لي ايه الاختلاف؟ الاختلاف ان هيظهر لي فاريبل تاني موجود بتعامل معاه كانه ثابت، يعني انت تتعامل معاه كانه رقم. اوكي، يبقى مساله التفاضل دلوقتي في البارشل ديريفيتيف كاني بفاضل مرتين، وكل مره بستخدم القوانين العاديه خالص، لان زي ما انت شايف هو نفس الليميت، وهي هي النتيجة لكده هتبقى هي. قبل ما نحل الاكزامبلز تعالى نشوف النوتيشنز او الرموز اللي بنرمز بيها للبارشال ديريفيتيف، يعني لما اشوف المنظر ده اعرف ان هو طالب مني البارشال ديريفيتيف. في حالة الاكس عندي صور كتير، اول حالة احنا شفناها مع بعض في السلايد اللي فاتت، اني بحط علامة كده اسمها بارشال زي دي، بس دي ملوية كده شوية عشان تختلف عن الديريفيتيف العادي، ده اسمه بارشال ديريفيتيف. تاني طريقه انه هي نفس البارشال ديريفيتيف دي، بس يحط لي الاف كداله في اكس وواي، يعني هي هي دي شبه دي، بس الفرق ان حطيت لي الاف كداله في اكس وواي علشان يوضح لي ان هي داله في متغيرين. هنا واضح ان هي فيها اكثر من متغير عشان العلامه دي الملويه دي، لكن انا مش عارف الاف دي فيها كام واحد، يعني ممكن يبقى فيه بارشال اف بارشال اكس، بارشال اف بارشال واي، بارشال اف بارشال ام، تبقى الاف دي في 3. لكن هنا اوضح شويه ان انا عندي 2 independent variable بس. طب ايه الحاله الثالثه؟ الحاله الثالثه انه يحط لي الاف كبيره كده، ويحط لي الاندبندنت فاريبل اللي هفاضل بالنسبه له من تحت سمول لتر، واللي شبهها انه يحط لي جنبهم عدد المتغيرات اللي جوه الاف بتاعتي، اللي هي هنا في الحاله دي f of x و y، يعني برده f كبيره ومن تحت الاندبندنت فاريبل بسمول لتر. طيب بالنسبه للواي هتبقى هي هي نفس الفكره، بس بدل ما احط لي اكس هيحط لي واي. يبقى انا عندي هنا بارشل اف بارشل واي، يبقى تفاضل جزئي بالنسبه للواي، بارشل اف بارشل واي، ومحدد لي المتغيرات الاندبندنت اللي جوه الفانكشن بتاعتي. ممكن ما يحددهمش، يحط كابيتال لتر ويحط الواي سمول من تحت كده، يبقى انا عرفت ان ده التفاضل بتاع الداله اللي اسمها اف بالنسبه للواي تفاضل جزئي. يبقى الدالة دي فيها متغير تاني جواه، أكثر من متغير، وإن هو يحدد لي إن هما x و y، يعني يحط لي جنب الكلام دوت براكت كده ويقول لي إن الـ independent variable اسمهم x و y. أوكي، يبقى دي النوتيشنز اللي ممكن نتعرض لها. في برضه نوتيشن تانية ممكن أكتبها لك، ممكن تلاقيها في الكتاب، إن يقول لي capital D x للـ f، يعني كأني بعمل derivative partially بالنسبه للاكس للاف، وطبعا زيها كابيتال دي يعني بارشال ديريفيتيف وذ ريسبكت تو واي. طب ايه الرول اللي احنا هنفاضل بيها؟ الرول الاساسيه اللي احنا هنفاضل بيها ديفرنشيت وذ ريسبكت تو وان فاريبل وايل كيبينج ذا اذرز كونستنت. زي ما اتفقنا انا وانا جاي احط قانون الليمت هفاضل بالنسبه لواحد، او عايز ادرس مقدار التغير او معدل التغير بالنسبه للفاريبل بثبت التاني. يبقى وانا جاي افاضل جوه الاكزامبل هفاضل بالنسبه للاكس هنسى الواي دي خالص واعتبرها ثابت معايا كانه بناقص 3 كانه بخمسة زي ما هنشوف. تعالى نفتكر مع بعض كنا بنقول ايه على الديريفيتيف جيومتريكلي او المعنى الهندسي للمشتقه. لو تفتكر كنا بنقول ان انا لو عندي اف اوف اكس بالمنظر ده كان الدي واي باي دي اكس او الاف داش هو ايه؟ هو السلوب بتاع التانجنت ده عند النقطة P. يبقى أنا لو عايز أجيب الـ F داش عند النقطة P عند X نود Y نود مثلا اللي هي اسمها P، ده كان بيمثل لي tan ثيتا أو ميل المماس اللي هو الـ dy by dx عند النقطة دي.
وكنا بنستخدم الكلام ده عشان نجيب الميل بتاع التانجنت تو ذا كيرف عند حته عند نقطه. يعني لو طلب مني ميل المماس كنت بفاضل المعادله بتاعه الكيرف نفسه وعوض عند النقطه دي ابقى جبت السلوب اوف ذا تانجنت. يبقى واتفقنا كمان ساعتها انه الميل دوت بيعبر لي الكيرف دوت بيتغير ازاي. بمعنى ايه؟ لو السلوب ده عالي، لو قيمه الديريفيتيف عاليه يبقى ده عمال يزيد بسرعه، لو قيمه الديريفيتيف قليله يبقى عمال يزيد بالراحه، لو قيمه الديريفيتيف بزيرو يبقى التغير في المنحنى بتاعي وقف، لو قيمه الديريفيتيف بنيجاتيف يبقى هنا الاف داش ببوزيتيف، هنا الاف داش بزيرو، هنا الاف داش بنيجاتيف. هعلم لك عليهم كده عشان تفتكر. يبقى ميزه الديريفيتيف انه كان بيعرفني على التغير اللي كان في الكيرف بتاعي، التغير اللي في الاف اوف اكس. نفس الكلام بنفس الفكره، انا عندي هنا فانكشن اوف تو فاريبلز اللي احنا بندرسها بديتيلز اكتر. طبعا احنا هنا بنتكلم فانكشن اوف سيفرال فاريبلز، وممكن يطلب منك انك تفاضل فانكشن اوف 3 فاريبلز. هو نفس القانون اللي احنا قلناه في السلايد اللي فاتت، بس بنركز اكتر شويه على السطح اللي هو سطح في ال 3 دي، يعني زد بتاعتنا فانكشن في اكس وواي. فالسطح دوت اللي هو اسمه اس زد كفانكشن في اكس وواي، بنفس الفكره دي انا لما باجي اجيب حاجه اسمها بارشل ديريفيتيف انا بجيب برضو كأني بشوف التغير بتاع الاكس مثلا عند واي ثابته، عند واي ايكوال كونستانت. يبقى انا ثبتت الواي فبقى عندي منحنى بيربط لي ايه؟ بيربط لي الاكس بالزد. يبقى لما بجيب حاجه اسمها البارشل زد بارشل اكس انا كأني بجيب ميل المماس للمنحنى ده، ولما يبقى بوزيتيف يبقى هو بيزيد، لما يبقى زيرو يبقى هو وقف. يبقى الزد مش بتتغير، مفيش تغيير في الزد بتاعتي بالنسبة للإكس، ولما يبقى نيجاتيف يبقى هو بيقل. عند واي معينة اتفقنا ان انا عشان ادرس التغير بالنسبة للإكس بثبت الواي. اوكي، يبقى ال 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 كل بارشل ديريفيتيف بالنسبة للإكس او الواي هو بيعبر لي برضو عن ميل مماس، بس المماس ده بالنسبة للمنحنى اللي هو إكس بتتربط بالزد، وبالنسبة هعملها بلون تاني. بالنسبة للواي هثبت الاكس، يبقى هعمل كده بالموف. هنا ده منحنى على الواي زد بلين او موازي للواي زد بلين، عند اكس بيساوي كونستنت. عند اكس بيساوي كونستنت هكتبها لك عشان تبقى واضحة. برضو في المنحنى ده البارشل زد بارشل واي بيعبر لي عن ايه؟ بيعبر لي عن ميل المماس عند نقط مختلفة، عند كل نقطة في المنحنى اللي بيربط الواي بالزد. لما يبقى ميل المماس ده بوزيتيف يبقى المنحنى ده عمال يزيد، بيتغير بسرعة، بيزيد بسرعة. لما يبقى ميل المماس بزيرو يبقى التغير وقف، يعني الزد مش بتتغير ثابتة. لما يبقى ميل المماس بيقل يبقى معناها انه التغير ده عمال يقل، يبقى الزد دي عماله تقل. طيب يبقى احنا كده فهمنا ان البارشل ديريفيتيف معناه الهندسي زي بالظبط الديريفيتيف، بس المره دي في متغيرين، مره بالنسبه للاكس ومره بالنسبه للواي. فبيظهر لي ممسين، الممسين دول الحقيقه بيقعوا في مستوى مماسي. يبقى مماس اللي هو هنا اسمه تي 1 وتي 2 ممكن يعمل عند نقطة معينة في الفراغ بقى بالنسبة للإكس والواي والزد، الممسين دول بيقعوا في مستوى اسمه التانجنت بلين. يبقى هنا كان عندي تانجنت لاين، هنا عندي تانجنت بلين. أوكي، تانجنت بلين ده للسيرفيس بتاعي. طيب تعالى نبتدي نشوف مع بعض examples على البارشل ديريفيتيف. زي ما اتفقنا الرول الأساسية هون أنا لو عايزة أفضل بالنسبة للفاريبل بثبت الباقي، يعني بتعامل معاهم كأنهم زي الأرقام بالظبط. طيب تعال نشوف اول اكزامبل. if f of x و y باين لي من شكلها ان دي داله في متغيرين اسمهم x و y، وليها تعريف معين x cube plus x square y cube minus 2 y square. find f partial x، يعني عايز الديريفيتيف بتاع ال f with respect to x، وحط لي كده قيم جوه الداله نفسها و f of y. يبقى هو كانه الاول، تعال نعمل الكلام ده واحده واحده وهفهمك ايه اللي هو طالبه. ده طالب مني حاجة اسمها، أول حاجة حاجة اسمها f of x و f of y. طيب عشان أجيب ال f of x
يبقى انا عايزه افاضل الفانكشن اللي قدامي اللي هي partial f partial x تفاضل جزئي بالنسبه للاكس. يبقى كل واي هقابلها هعتبرها كانها برقم، كان قدامي 5 وكان قدامي مثلا 2، مش هيفرق معايا الارقام دي، مش هيفرق معايا قيم الواي خالص. يبقى هفاضل بالنسبه للاكس انزل الباور ونقص الباور 1 كان انا فضلت اول ترم. قوانين التفاضل بتقولي ان كل ترم بتفاضله لو هما مجموعين تقدر تفاضل كل واحده لوحدها وبعدين تجمع. يبقى هفاضل دلوقتي اكس سكوير واي كيوب، الواي كيوب ده كونستانت ينزل زي ما هو، الاكس سكوير انزل الاثنين ونقص الباور 1، واخر ترم ده كله واي ما فيهوش اكس خالص، يبقى ده كانه بالنسبه للواي ثابت، يبقى الديريفيتيف بتاعه بزيرو. يبقى كده انا جبت الاف اكس. طب عايزه اجيب الاف واي، هفاضل الاف بالنسبه للواي تفاضل جزئي، يبقى كل اكس عندي كونستانت ديريفيتيف بتاعها بزيرو. عايزه افاضل الواي انزل الكونستانت اللي هو الاكس وانزل الباور ونقص الباور 1، وبعدين الترم التاني دوت فيه واي بس بنزل الباور 2 في 2 4 ودي تبقى واي. كده انا جبت الاف اكس بس بظبط شكلها، لو عندي اي كونستانت بجمعها، وجبت الاف واي. طيب ايه اللي مطلوب التاني في المسألة؟ طلب مني ان انا اجيب قيم الديريفيتيف دي عند نقط معينة، واتفقنا ان عند نقطة معينة ده بيمثل لي ميل المماس عند النقطة دي. يبقى احنا فهمنا كده انه عشان اجيب الديريفيتيف عند نقطة كل اللي بعمله ان انا بعوض في الاف واكس ده والاف واي عند النقطة دي، يبقى اللي فاضل لي مجرد تعويض. يبقى هقول له اف اكس عند النقطة 2 1 هو ان انا اشيل كل اكس احط مكانها 2، واشيل كل واي واحط مكانها 1. طبعا هتحسب الكلام ده، دي هتبقى 12 زائد 4، ونفس الفكرة مع الواي بنفس النقطة. نقطة ممكن يديني نقطة مختلفة مش هتفرق، المهم هنا نفس النقطة فبعوض. كده انا جبت الاف اكس عند النقطة دي والاف واي عند النقطة دي، وزي ما اتفقنا ده جيومتريكلي معناه ايه او معنى الكلام ده ايه، ان انا لو عندي اي سيرفيس بالمنظر ده فلنفرض ان الشكل اللي قدامي عمل كده مش هيفرق معايا. لما يقول لي اف اوف اكس عند النقطة 2 و1 يبقى عند الاكس ب2 وعند الواي ب1، النقطة دي هنا بالنسبة للاكس واي بلين، ادي الاكس للاكس زد بلين بالنسبة للكيرف ده، ده ميل المماس ب16، يبقى هي كده حاجة عمالة تزيد بالنسبة للكيرف. هرسمه لك بلون تاني، يبقى ده المماس للكيرف ده اللي على السطح بتاعي عند النقطة 2 1. طبعا دي كلها تفاصيل زيادة، انا كل بس بحاول اوصل لك ده معناه ايه. احنا بس كل المطلوب مننا ان احنا بنفاضل وبنعوض بالنقطة. تعالى نشوف مثال كمان. المثال اللي بعده مديني z كفانكشن في x و y، وطلب مني partial z partial x partial z partial y. تعالى نطبق نفس الفكرة، عندي طلب مني تفاضل جزئي بالنسبة للx، يبقى هعتبر الx الy constant، دي x في sin x، وطبعا الy دي كأنها بتلاتة فمش فارقة معايا. لما كان بيبقى المرة اللي فاتت كانوا فانكشنز مجموعين فكنت بفاضل كل واحده واجمع، المره دي مضروبين، نستخدم حاجه اسمها البرودكت رول. براجع معاك اهو القوانين بتاعه الديريفيتيف، برودكت رول بتفاضل الاولى تفاضلها بواحد والتانيه تنزل زي ما هي، زائد تفاضل التانيه والاولى تنزل زي ما هي، تفاضل الساين بكوزاين بس فاضل حته صغيره. لو كان اللي جوه بس اكس كنت هتقول كوزاين اكس وتسكت، المشكله ان اللي جوه دوت حاجه تانيه غير الاكس، اكس واي، فلازم ارجع اضرب في الديريفيتيف بتاع القوس. لو تفتكر كان عندنا قاعده كده بتقول لنا لو عايز اعمل دي باي دي اكس لاف والاف دي جواها براكت مش اكس بس، كنا بنجيب حاجه اسمها الاف داش في الديريفيتيف بتاع القوس ده. ولو تفتكر الاف دي هي مين المره دي؟ هي الكوزاين، فانا فضلت هي الساين، فانا فضلت الساين بكوزاين، لسه لازم افاضل البراكت اللي جوه اللي هو هنا ديريفيتيف بتاع اكس واي، يعني كأنها 3x، derivative بتاع 3x ب3، يبقى derivative بتاع xy بy. يبقى لما جمع الترمات دي كده كأن عندي sin xy
زائد x في y في كوزين x y. طيب عايزة اطبق نفس الكلام ده مع الواي. الواي المرة دي موجودة جوه الساين بس جوه، يبقى ده مش product of two functions، ده هي الواي جوه بس والبره ده constant، فبنزله وبعدين بفاضل الفانكشن وبعدين بضرب في الديريفيتيف بتاع البراكت، كأن عندي هنا كوزين 3 واي، الديريفيتيف بتاع ال 3 واي ب 3 يعني الديريفيتيف بتاع الاكس واي باكس، يبقى عندي اكس سكوير كوزين اكس واي كده. احنا جبنا الزد اكس او بارشل زد بارشل اكس، وجبنا كمان الزد واي او بارشل زد بارشل واي. تعال نشوف مثال كمان. المرة دي مديني f of x و y و z، يبقى دي function of three variables اللي احنا حليناهم قبل كده كانوا two variables بس. هل هتفرق معايا حاجة؟ لا، بنفس القاعدة، قلنا القاعدة ثابتة بالنسبة لأي multi variable function، أنا بفاضل بالنسبة لواحد بثبت الباقي. هنا عشان هما تلاتة يبقى أنا عندي partial f partial x partial f partial y partial f partial z. تعالى ناخدهم واحدة واحدة كده. ال f و x هي مين؟ هي الديريفيتيف بتاع الكلام ده بالنسبه للاكس، يبقى الواي والزد كونستانت. حطهم بارقام لو انت مش قادر تتخيل، يبقى الاكس ظاهر عندي جوه الاكسبوننشال بس، والترم ده كانه كونستانت بينزل جنبها. الاكسبوننشال الديريفيتيف بتاع الاي باور كوس، لو عايز افاضل الكلام ده كان بينزل زي ما هو، الاكسبوننشال بينزل زي ما هو في الديريفيتيف بتاع الكوس، يبقى انا هنزل الاي زي ما هي في الديريفيتيف بتاع الكوس ده، دي كأنها 3x، يبقى هينزل الكونستنت اللي جنب الاكس اللي هو هنا y. طب عايز اجيب الاف واي، بفاضل الكلام ده بالنسبة للواي، هي نفس الفكرة شبه، لان اي اكس واي الواي وجودها زي الزد زي الاكس بالظبط، فاللان زد ينزل زي ما هو والاي تنزل كدال عشان الديريفيتيف بتاعها هو هو، وبنزل الديريفيتيف بتاع البراكت بالنسبة للواي اللي هو هنا اكس. طب ال f z لو تفتكر الديريفيتيف بتاع لان x كان بيبقى واحد على x، وطبعا لو لان كوس هيبقى واحد على الكوس في الديريفيتيف بتاع الكوس. انا عندي هنا لان z بس، يبقى هنزل الكونستنت اللي جنبها وواحد على z. كده انا جبت التلات partial derivatives وحليت المطلوب. تعالوا نشوف مثال كمان. المرة دي مديني function اسمها w، وال w دي function في t و r، مش هيفرق معايا في حاجة، هي نفس الفكرة. عندي partial derivatives بالنسبة لل t with respect to t with respect to r، فهطبق نفس الفكرة، بثبت واحد وفاضل بالنسبة للتاني. لو عايز اجيب wt اللي هي partial w partial t، ممكن اقسم كده وابتدي احسب ده. انتوا عارفين ان اللي قدامي دوت fraction او يعني two functions مقسومين على بعض، يبقى استخدم ال division rule ان انا باخد ال denominator بعمله square. ادينا بنراجع على ال derivatives اهو، هفاضل اللي فوق بالنسبة لل t وبحط bracket اللي تحت زي ما هو، بعكس الاشارة هفاضل اللي تحت وبحط اللي فوق زي ما هو. ممكن بعد كده الخطوة الجاية ان انا ابسط اللي قدامي دوت علشان لو احتاجته في اي خطوة تاني. عندك 2t ده تاخده، تقدر تاخده common factor. دي هتبقى negative t square ودي negative negative، يبقى positive r square. هتجمع الترمات اللي هيتشالوا مع بعض، ده negative و positive نفس الترم يتشالوا، يبقى لي 2t و2r سكوير، يبقى 2 في 2 4. ممكن نمسح دي كده، وتحت مش هيتبسط عن كده، ونبقى كده جبنا ال partial w partial t. تعالى نجيب partial w partial r بنفس الفكرة division rule، بس المرة دي هفاضل نفس الترمات بس بالنسبة لل r، يبقى الترم اللي فوق هتبقى negative 2r والبراكت اللي تحت زي ما هو، بعكس الإشارة وبعدين بفاضل اللي تحت واللي فوق زي ما هو. طيب أخد بالي وأنا بعمل simplification على قد ما أقدر. ليه؟ عندي negative 2r common factor
اقدر اخدها كومون فاكتور، يتبقى لي البراكت الاولاني زي ما هو والبراكت التاني برضو باشارة بوزيتيف لان انا اخدت النيجاتيف. اشوف ايه اللي هيكنسل، اخد بالي كويس قوي في السمبليفيكيشن عشان انا ممكن احتاج الكلام دوت في الخطوة اللي بعدها، فلو عملت سمبليفيكيشن غلط المسألة نصها هيطير. وعندي اتنين تانية برضو بنفس الفكرة، يبقى 4 و t سكوير. كده يبقى انا خلصت الديريفيتيف وخلصت المطلوب مني، يبقى جبت ال wt وال wr. اوكي كده احنا خلصنا partial derivatives ك definition وحلينا direct examples عليها. تعال نشوف حاجة كمان قابلتك برضو قبل كده، higher derivatives. higher derivatives اللي هي التفاضلات الأعلى. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مش عايزه اجيب الفيرست ديريفيتيف بس اللي هو التفاضل بالنسبه للاكس، لا السكند ديريفيتيف يعني عايزه افاضلها مره كمان، يعني فاضل البارشل اف بارشل اكس مره كمان بالنسبه للاكس او مره بالنسبه للواي. طيب بتعامل معاها ازاي؟ كاني بتعامل مع الاف اكس دي كانها هي الفانكشن بتاعتي، يعني هفاضلها المره دي بالنسبه للاكس مره كمان وبرمز لها بارشل سكوير اف بارشل اكس سكوير. كاني خلي بالك ده مش باور، ده المقصود بيه ان انا فاضلت مره تانيه للاكس. زمان كنا بنرمز للكلام ده بواي دبل داش واي تريبل داش وهكذا، وكنا اوقات بنحط رقم بين قوسين لما يكبروا، واي بين قوسين 4 يبقى انا كده فاضلتها 4 مرات. المره دي بنحط برضو رقم من اول التفاضل التاني. طيب لو عايزه افاضل الكلام ده بالنسبه للواي يبقى كأني هفاضل ال f x بالنسبة لل y، يبقى partial f partial x هفاضله مرة كمان بالنسبة لل y بنرمز له بالمنظر ده. يبقى الأولاني هو اللي بيتكتب في الأول، يعني التفاضل الأول بكتبه f partial f partial x وبعدين partial y وهكذا. f y عايزة أفاضلها بالنسبة لل x هتبقى f y x، واللي قابلني الأول هو ال y فده اللي بكتبه الأول وبعد كده بفاضل بالنسبة لل x. خد بالك إن الاتنين دول حقيقة هما الاتنين بيساووا بعض. امتى بيساووا بعض؟ في حالة ال continuous functions. او الدوال المتصلة. هل احنا هنتعامل مع دوال غير متصلة؟ لا، يبقى كل ال functions اللي احنا هنتعامل معاها هيبقى متحقق فيها الشرط ده، ان f x y هو هو f y x. لو جيت فضلت ال f بالنسبة لل x الأول بعدين فضلتها بالنسبة لل y هيساوي التفاضل بالنسبة لل y الأول وبعدين التفاضل بالنسبة لل x. طيب يبقى أنا بس كنت حابة أقول لك الكونديشن دي، إن مش شرط كل مرة يكونوا بيساووا بعض، هما بيساووا بعض في حالة الدوال المتصلة بس. بس إحنا ما تشغلش بالك هي إمتى متصلة وإمتى لأ، لأن إحنا دايما هنتعامل مع الدوال المتصلة بس في خلال الكورس بتاعنا. طيب آخر حاجة لو عايز أجيب f y y يعني هفاضل ال f y مرة كمان بالنسبة لل y، فهيبقى شكل شبه ال f x x، ان انا باخد ال partial f partial y وبفاضلها مرة تانية بالنسبة لل y، فبتظهر في علامة النوتيشن بتاعتها بتبقى power لل y من تحت كده و partial square من فوق. وعايزة اقولك ايه اللي هيختلف معانا، هكرر عملية التفاضل مرة كمان بالنسبة للمتغير ده وبثبت الباقي. تعال نشوف مثال، مثال على كده y w equal to z e to the power x y square. يبقى ال w دي function في x و y و z. طيب طلب مني w x x، يبقى أول خطوة هجيب ال w x بمشيها خطوة خطوة. بالنسبة لي ال z constant ال y constant يبقى هي e، يبقى ينزل تنزل ال e زي ما هي وبفاضل ال bracket دوت بالنسبة لل x يبقى ينزل ال y square. طب عايز أجيب w x x يبقى أنا عايزة أفاضل الكلام ده مرة كمان بالنسبة لل x، يبقى بكرر عملية التفاضل وبثبت ال z وال y، هينزل كمان y square، يبقى أنا كده جبت w x x w z. عشان أجيب ال w z z لازم أجيب w z الأول، هفاضل بالنسبة لل z يبقى ال z هتختفي هيتبقى لي e to the power x y square. عايزين نجيب w z z ده constant بالنسبة لل z يبقى بزيرو. w y اللي هو التفاضل بالنسبة للواي، الزد ده الكوفيشنت بتاع الاي والاي تنزل، والديريفيتيف بتاع البراكت اللي هو ننزل الباور بتاع الواي يبقى مضروب الكلام ده في 2 اكس واي. طب دبليو واي واي
ده كده ظهر لي واي جوه بالنسبة للاي وظهر لي كمان واي بره، يبقى دول product rule. يبقى عندي الواي افاضل بالنسبة لها الاول يبقى تختفي، والترم التاني ينزل زي ما هو، وبلس انزل الاتنين اكس واي زد وفاضل بالنسبة للاي المرة دي، يبقى هنزل الاكسبوننشال وفاضل البراكت بتاعها اللي هو 2 اكس واي. يبقى خلي بالك انا اول مرة فضلت دي، ده في اول ترم، وبعد كده تاني مرة فضلت الاكسبوننشال في تاني مرة. اوكي، يبقى الكلام ده كله انت كنت بتطبقه، وكأن الاكس والزد دول كانوا بارقام. تعالى بس نظبط شكلها علشان لو طلب مني الثيرد ديريفيتيف يبقى لازم اكون مظبط شكل الفانكشن بتاعتي. عندي 2 اكس زد اي تو ذا باور اكس واي سكوير، ده كومن فاكتور اقدر اخده منهم كلهم، واتبقى لي الترم الاولاني يبقى واحد، والترم التاني اللي اتبقى اللي هو الواي سكوير في 2 اكس. وكده انا بقى جبت الثلاث تفاضلات وجهزتهم اللي كانوا مطلوبين في المسألة. هي مش حاجة جديدة، هي اوريدي حاجة انت عارفها قبل كده، بس المرة دي زادت بس الايه الرموز معانا، بس هي نفس فكرة ال higher derivatives اللي كنت بتقابلها في ال single variable في math 1. اوكي، تعال نشوف مثال كمان. المرة دي طالب مني f x x y z. طيب يعني ده كده اربع تفاضلات. طيب بعمل ايه؟ ببتدي من جوه لبره، يعني ببتدي الاول اجيب حاجة اسمها f x. طيب دي function في 3 variables، ال y وال z هيبقوا constant، دي sine تبقى cosine، ومعامل ال x يطلع بره. عايز اجيب ال f x x اللي هو تاني خطوة، ان انا فاضل الكلام ده بالنسبة لل x، الكوزاين تبقى ماينس ساين، ومعامل ال x يطلع coefficient. عايز اجيب f x x y اللي هي تالت خطوة، فاضل الكلام ده بالنسبة لل y، تفاضل الساين بكوزاين ومعامل ال y يطلع. واخر حاجة خالص f x x y z اخر خطوة، ان انا عايزه افضل ده بالنسبه للزد، ده برودكت رول، لان دي زد في كوزاين، يبقى الاول هفضل بالنسبه للزد والكوزاين تنزل زي ما هي، وبعد كده النيجاتيف 9 زد تنزل، وبفاضل الكوزاين بماينس ساين. واخر حاجه خالص بنزل بعمل الدريفيتيف بتاع البراكت اللي هو بالنسبه للواي، بالنسبه للزد الكوفيشنت بتاعها اللي هو بواي ينزل هنا. اوكي، يبقى خلي بالك بنعمل خطوة خطوة، وكل مرة بشوف انا بفاضل بالنسبة للايه وبثبت الباقي بالنسبة له. طيب شكرا ليكم يا شباب، احنا كده خلصنا section 15.3 اللي هو ال partial derivatives. اول جزء فيها ازاي بفاضل، ازاي بعمل تفاضل جزئي partial f partial x، ازاي بعمل higher order derivatives بفاضل تفاضلات اعلى f x x f x y، وهنلاقي الكلام دوت في ستيوارت سكشن 15.3. شكرا.